فاطمة كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. طمنيني، في شيء أخبار جديدة عن صلاح؟ ما في ولا خبر. فراس، أنت عن جد ما شفته لصلاح ولا قدرت تعرف وينه؟ فاطمة أنت بتعرفي إنه صلاح مثل أخي، لو كنت شايفه كنت خبرتكم أكيد. الله يسامحه، لو تعرف الماما شو صاير فيها، والله حالتها بتصعب على الكافر. والله ما عرفان شو بدي لكم، الله يرجعه بالسلامة. المهم انتي درسك كيف؟ ما تخلي هاي القصة تأثر عليكي. ها انا عم بعمل يعني. الله يوفقك. تسلم. يلا بالإذن. لحظة تفضلي. شو هاي؟ يعني هيك شغلة اشتهيت لك اياها. شكرا، على إذنك. الله معك.